طبعا المعرض هذا شفناه جاي في ضمن سلسلة معارض اندارت في طرابلس تو حاليا، تتكلم على العقارات والإنشاءات والبناء، تقدر تحصلها من شهر 7/2021، معرض الإنشاءات لشهر 10، معرض بيل لتو شهر 3 العمران. المعرض هذا نشوف فيه نجاح ضمن الطفرة اللي صايرة في المشاريع والعمار وحركة البنية التحتية اللي صايرة يعني، واللي تعطي مؤشر إيجابي جدا بإذن الله إن شاء الله نقوله صاير في استقرار من ناحية البناء والتطوير العقاري داخل ليبيا. مشاركة تاكنس الاستثمار العقاري في المعرض هذا، احنا كشركة تاكنس شركة مختصة في التطوير العقاري والاستثمار العقاري والبناء والإنشاءات، مهتمين جدا بالفعاليات والأحداث. هي الفعاليات والأحداث هذه طبعا تقرب وجهات نظر ما بين الشركات المنافسة وتزيد من الانسجام، وتعتبر قناة رسمية إنك أنت تشكل استراتيجيات واتفاقيات وشراكات مع الشركات لذات الاختصاص وذات الصلة، وتنقل خبرات، خصوصا ان في شركات أجنبية مشاركة معنا هنا في المعرض هو، تستمع لخبرات وتجارب كانت في مجال تطوير البنية التحتية في الشركات المجاورة. فان شاء الله نتمنى ان باذن الله تستمر الفعاليات والاحداث هذه وما يكونش فيها اي انقطاع باذن الله، وان شاء الله احنا كشركة تاكنس نساهم باذن الله في تطوير البنية التحتية داخل الدولة الليبية من ناحية تطوير عقاري وليس استثمار عقاري. في فرق طبعا بين التطوير والاستثمار العقاري، احنا نشتغلوا على التطوير بصفة عامة يعني، نحاول كيف نساهم في تطوير البنية التحتية بشتى المجالات تشتغل فيها تاكنس، سواء كان على النمط السياحي او الاداري او التجاري او السكني باذن الله ان شاء الله.